برعاية معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ندوة بعنوان جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الدروس المستفادة والنظرة المستقبلية. مملكة البحرين وكغيرها من الدول تنتفض دوما من أجل الإبقاء على إباء العنصر البشري وعزته بذاته، فهي من تتبنى أرقى البرامج والمبادرات التي جعلت منها أنموذجا يحتذى به في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، لتكافأ مؤخرا بتحقيقها الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهي من تمتلك تجربة صادقة ورغبة حقيقية في مواجهة هذه الظاهرة. موضوع الاتجار بالأشخاص والإجراءات التي تتخذ بشأنها بتتطلب تنسيق مع عدة جهات في نفس الوقت، ليس فقط ذلك، يعني يمكن المرحلة الجاية بتتطلب وعي أكثر بالنسبة للناس فيما يتعلق بمتطلبات الاتجار في البشر، ولذلك وجودنا اليوم في مناسبات عدة منها صدور التقرير ووجود البحرين في القائمة الأولى، وكذلك اليوم الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في البشر، وكذلك أيضا رغبتنا في أن يكون هناك فهم مشترك في التعامل في هذا الأمر. هي منظومة من العدالة الجنائية ورعاية الضحايا تقوم بها النيابة العامة، تقوم بها وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة الإعلام وغيرها. إذن وصلنا إلى هذا المستوى عن طريق التحرك كدولة واحدة وحكومة واحدة، ونطمح أن ندخل مزيد من الشركاء معنا لنستمر في هذا النجاح. الاتجار بالأشخاص فساد في الأرض وجريرة نبذت بشتى لغات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فلا مناص من التمسك بسياسات تعفيه من نقمة العبودية التي يمقتها ولا يستسيغ ملازمتها لكيانه، وتحرره من براثن الاسترقاق وإذلال النفس وإخضاعها على فعل ما لا تطيقه. تقييمنا نحن كأمم متحدة لتجربة البحرين أيضا مبرهن عليه، بأننا نقلنا شراكتنا مع مملكة البحرين من مجرد التعاون مع دولة تطبق اتفاقية الأمم المتحدة إلى التعاوننا مع دولة نقدمها كنموذج إلى باقي الدول الأخرى، بالذات في منظومة رعاية الضحايا ومنظومة الإحالة الوطنية. أيضا أصبح فريق خبراءنا الدولي الأمم المتحدة به أعضاء عدة من مملكة البحرين من كافة القطاعات، من القضاء والشرطة والنيابة وسوق العمل، يعاونون في نقل هذه الخبرة ونقل هذه المعرفة. عيون تشخص جريمة ترتكب بحق الإنسان، جريمة يقدم على فعلها شياطين الإنس التي تمضي غير مبالية وعبر وسائل نفوذها ومن باب إشباع رغباتها الإجرامية حتى على انتهاك حرية البشر وتحديد مصيرهم، لتسلب منهم أبسط ما يستطيعون بل وما يحرصون على المحافظة عليها، كرامتهم البشرية التي لا تقدر بثمن. في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص استدعيت الجهود الرسمية وتضافرت بهمة لمواجهة أي استهداف متعمد وإبطال مختلف الانتهاكات الصارخة لكرامة الإنسان وحقه في عيش مستقر يخلو من الظلم والاستبداد. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.